بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الشرطي الأسبوعي الشرطة وأخطاء الشارع. هذا البرنامج والذي نركز على الأخطاء التي يرتكبها المواطن في الشارع، سواء أثناء سيره على قدميه أو أثناء قيادته لمركبته. نحلل هذه الأخطاء، نناقشها، نضع الحلول لها من خلال الضيوف في الاستوديو، عل وعسى أن ننهي هذه الأخطاء ونصل إلى مرحلة لا يوجد بها أخطاء في الشارع إن شاء الله، يعني أن نحقق هذه الأهداف. حلقة اليوم نخصصها لخطأ خاص عام، ألا وهو وضع المطبات. هناك يعني قد يضع المواطن هذا المطب وقد تضعه البلدية، وفي جميع الحالات قد يكون خطأ وقد لا يكون خطأ. لنستمع إلى الأراء حول هذا الموضوع ونناقشه مع ضيوفي في الاستوديو. فاسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، الأستاذ صالح صبح مدير مكتب المحافظ ومنسق لجنة السير. أستاذ صالح، أهلا وسهلا فيك. الأستاذ محمد خليل مدير دائرة النقل العمومي في وزارة النقل في محافظة بيت لحم. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. المهندس عيسى الحذوة مهندس الطرق في بلدية بيت لحم، أهلا وسهلا فيكم. بداية يعني حابين نسمع رأيكم، بالتأكيد كلكم تعرفوا بيت لحم وتعرفوا المطبات في بيت لحم، مطب هنا ومطب هناك، وبين مطب ومطب يوجد أيضا مطب آخر. أستاذ صالح، يعني كيف ترى هذه المطبات في محافظة بيت لحم؟ يعني نحن في البداية هذه المطبات بصراحة نحن كمحافظة تقريبا بشهر 4 كان هناك اجتماع للجنة السير، وطالبنا بأنه يتم تشكيل لجنة لدراسة المطبات جميعها، تحديدا نحكي في البلديات الخمسة من الخضر مرورا بدهيشة لبيت لحم لبيت صحور لعبيدية، هذه الطرق الرئيسية لأنه بحاجة إلى دراسة. هذه المطبات بصراحة بعد المراجعة بأكثر من مرة يتم وضعها بشكل فردي من المواطنين، وبدون تكونش خاضعة للمواصفات المطلوبة ولا بإشراف لا البلديات أو المجالس القروية. فهي يعني بتشكل عائق لنا، وهي ضرر أكثر ما إنها تكون منفعة للمواطنين. نعم. أستاذ محمد، رأيك في المطبات في محافظة بيت لحم بشكل عام؟ يعني أنا أول شيء بشكركم على هذا اللقاء، وياريت نظل على تواصل مثل هاي اللقاءات، لأنها فعلا نحاول إن شاء الله نحل مثل هاي المشاكل الموجودة على أرض الواقع. بالنسبة للمطبات الموجودة في محافظة بيت لحم إجمالا، يعني بصراحة هي مش ضمن المواصفات المطلوبة. نعم. وبعرفش أنا سواء أن تضعها البلدية أو يضعها المواطن، يعني الأصل أنه وضع المطب على الشارع يجب أن يكون من قبل لجنة مختصة. نعم. يعني لجنة مختصة تقوم بوضع هذا المطب بقياسات معينة بمواصفات معينة بمعايير ومقاييس تضمن السلامة، سلامة هذا المستخدم هذا الشارع. نعم. المهندس عيسى، يعني الإخوان تحدثوا عن مواصفات معينة، يعني نعم. ما هي المواصفات يعني لهذه المطبات التي يجب أن تكون في منتصف الشارع في الطريق؟ لا أعرف يعني بالضبط المواصفات الهندسية. نعم. هنقول في البداية بالنسبة للمطب بشكل عام، فكرة المطبات هي فكرة نوعا ما حديثة. نعم. استحدثت في الثمانينات وبدأ استعمالها في في بلدان كثيرة، يعني مش بس عندنا يعني بل في العالم بشكل عام. لها المواصفات خاصة. على حال المطبات، هي فكرة المطبات وجدت من أجل تخفيف سرعة المركبات في مواقع خاصة، قد يكون هناك شارع مزدحم، قد يكون مدارس، قد يكون هناك حيث توجد ضرورة لوضع مطب. نعم. استحدثت فكرة المطب. هلا المطب له مواصفات فنية وهندسية، يعني لو قلنا هذا المطب يكون بهذا الشكل. نعم. يوضع بعرض الشارع، على طول عرض الشارع باستثناء نصف متر من كل طرف للسماح بمرور المياه من كلا الجانبين. نعم. المطب يعمل بشكل محدب بهذا الشكل. ارتفاع المطب بالنصف، أعلى ارتفاع له يتراوح من 7 سنتي لغاية 10 سنتي ولا لا أكثر. أعلى شيء. نعم. نعم. عرض المطب بالشارع 4 أمتار، وإذا كان الشارع عريض أكثر بإمكان يكون 5 أمتار. نعم. هلأ يبدأ المطب من نقطة الصفر
لمنتصف المطب يكون ماكسيموم الارتفاع لا يتجاوز من 7 إلى 10 أمتار، ومن ثم يبدأ الانحدار لغاية الصفر. نعم. المطبات عند وضع المطبات يجب دهانها باللون الأصفر العاكس. نعم أستاذ إيسا، يعني سندخل في موضوع المواصفات وماذا يعني ينقص على هذه المطبات في محافظة بتدحم، لكن لنشاهد هذا التقرير الذي يعني يظهر هذه المطبات ومدى خطورتها ومواصفاتها اللي احنا اعتمدناها كمواطنين في محافظة بيت لحم، ثم نكمل النقاش. نعم. التقليل من الحوادث وتخفيف السرعة والمحافظة على الأطفال هي المبررات التي يطرحها مؤيدو وضع المطبات في الشوارع، والتي لا يكاد يخلو منها شارع أو زقاق في محافظة بيت لحم، وتنتشر بالعشرات في كل شارع، وبين كل مطب ومطب يوضع مطب آخر، لأن سرعة السواكين كلكم تعرفوها. يعني أنت حطيته لحالك، ما شاورت البلدية، شاورت المجلس؟ ما شاورنا البلدية، شاورنا المجلس الكروي. شو السبب اللي خلاك تحطه؟ بنقول لك سرعة السواقين، عندنا أطفال يعني إحنا بيسرعوا بهذا الشارع؟ طبعا. صار حوادث قبل هالمرة حاج؟ والله إحنا العيلة هذه أظن انضرب لنا ولدين. انضرب أخوي. شو الحل إلها حاج؟ والله الحل عندكم أنت، شو اللي بدكم إحنا بنعمل؟ لعند البلدية، عند المجلس الكروي، إحنا مستعدين. بدهم يشيلوا بنشيلوا، بدهم يحطوا بدهم يخففوا سرعة، هم طبعا السلطة للقانون مش إلنا إحنا. هذا كلام اهلا وسهلا. تعرف عليك ابراهيم فؤاد رباعي من الرصاص. حج ابراهيم، يعني انتوا اللي حطيت المطب ها؟ نعم اللي حطيناه احنا. طب ليش حطيتوه؟ حطيناه بسبب الشفريه، لان في شفريه بتسرع. بيسرعوا في الشارع؟ بيسرعوا كثير. طب ويعني انت بتعتقد انه هذا المطب راح يخفف السرعه؟ ولا خفف شوي. خف. طب بصير حوادث يعني لو فيش مطبات؟ صار حوادث، صار قبل فتره يعني وجيزه حادث بسبب السرعه. طب يعني هيك انت بتعتقد انه هذا حل يعني لأنه؟ والله هو المفروض يكون يعني المطب قانوني، بس هو هذا عشان شغل يدوي مش قانوني، لو ان شغل مرتب لكانت سارة بتتأثرش، وكان البني ادم اخرى بتعرضش للمخاطر لشيء من هيك. ايش رايك بالمطبات؟ نطلب من الحكومة تكيبه من مرة، ولا مطب تخلي في المنطقة. بس اللي بحطهم الناس بحطوهم بقولوا على اساس يحافظوا على اولادهم من الشفرية اللي مزرعين. وين الطريق اللي بدهم يسرعوا فيها؟ ما يجي لك قديش فيش طريق عندنا، ما فيش يشيلها 2 كيلو، وشو بدهم يسرعوا فيها؟ نعم. فيش مجال للسرعة. طب شو البديل انهم؟ البديل انه يكيموهن من مرة بس اهم اشي يكيموهن. شكرا. علينا. هذه المطبات في محافظة بيت لحم لا تتصف بالمواصفات الهندسية الصحيحة، ولا تشرف عليها وعلى أماكن وضعها المؤسسات المعنية بمتابعتها وتحديد مواصفاتها والأماكن التي يجب أن توضع فيها. الأهالي يتوجهوا بطلب رسمي للبلدية حتى تكون هل صحيح طلبهم أنه يعملوا دراسة على الشارع، هل صحيح في داعي يحطوا مطب أو لا. مش كل واحد بزيد عنده سطل بطون أو نتفة أسمنت يروح يصبه في الشارع، هذا هو السبب الفوضى في المطبات الموجودة. فإذا في داعي المفروض البلدية هي تدرس الوضع وبالتعاون مع الشرطة يقرروا هل هون مناسب يحطوا مطب أو ما يحطوا، وحسب المواصفات زي ما قلت لك على الأقل لازم عرضه يكون 2.5 متر وارتفاعه من القمة مش ما يزيد عن 7 سنتي. بينما في مطبات هون في الطريق بتحس كأنه جبل أو درجة بدها تطلع السيارة وتنزل، فصفة غير مجدي وغير عملي، وبسبب يعني خسارة على الاقتصاد، انه السيارات تخرب كتير، قطع كتير، كراجات كتير. لاحظت انه بأثر على الطلاب في اثناء تدريبهم؟ طبعا بأثر، لانه بيربكهم، ممكن في التيست الطالب يكون متوتر ما ينتبه على المطب، بدل ما يخفف سرعته ممكن يزيد سرعته، مما يؤدي رسوبة في التيست كمان، لانه مش قادر يتصرف يمسك اعصابه لما يواجه مثلا مطب مش مريح او عالي زيادة عن المواصفات المطلوبة. شكرا استاذ. العفو، يعطيكم العافية. اهلا. نعم، نعود لك المهندس عيسى الحذمة. يعني قبل التقرير كنت تتحدث عن موضوع المواصفات، والجميع هنا في ايضا في التقرير تحدث انه المواصفات يعني لا نتبعها في اقامة هذه المطبات. يعني لو تطلعنا على هذه المواصفات بالدرجة الأساسية، ولماذا يتم ذلك في محافظة بيت لحم؟ هو بس بحب أحكي كلمة في البداية، المطبات استحدثت ووجدت للحد من السرعة من قبل السائقين، وهي في نظري المطبات
من وجهة نظري هو الحل الأسوأ. الحل الأسوأ لماذا؟ لأنه المطبات الحل الأسوأ هي أن السائق قد لا ينتبه إلى المطب، قد يكون مسرع، وبالتالي هذا قد يحدث أضرار إما بالمركبة أو بالراكب. نعم. تصور أنه قد يكون معه أحد الركاب، قد تكون سيدة حامل وقد تحدث مصيبة. نعم. إذا لم ينتبه إلى المطب. نعم. وهذا بسبب السرعة. هلا بناخذ بخصوص المواصفات الفنية للمطب، توضع بعرض الشارع أربعة، يكون المطب من بدايته إلى نهايته يعني طلوع ونزول 4 أمتار. نعم. وبعرض حسب عرض الأسفلت، إذا كان 6 متر 8 متر على كامل عرض الأسفلت باستثناء نصف متر من كل طرف للسماح بالمياه بالمرور. هلا يجب دهان المطب باللون الأصفر العاكس، يدهن بشكل مثلث من كل طرف مع وضع خط برضو بعرض 40 سنتي أصفر من كل اتجاه، ويوضع في بداية المطب المسامير العاكسة التي المعروفة بعيون القط. نعم. بشكل صفين من كل اتجاه. أيضا يجب وضع إشارة شاخصة، إشارة سير على بعد حدود 50 متر من كل اتجاه، بحدود 50 أو 40 حسب الموقع، وهي بكون على إشارة خاصة تعني احضر امامك مطب. بالاضافه لهي الاشاره نحن عملنا في البلديه كمان، لانه قد يكون السائق او المواطن لا يعرف ما معنى هذه الاشاره لانها مستحدثه. نعم. فنضع تحتها ايضا اشاره صفراء ومخطوطه ومخططه باللون الاسود، احضر امامك مطبات. نعم. اضافه الى الاشاره التي خصصت للدلاله على وجود مطب. المطبات لا توضع في أي مكان. نعم. لا يعني توضع على المنعطفات، لا يعني لا توضع في شارع ذو ميلان حاد. لكن في محافظة بيتلحم نجدها بالعشرات. نعم. في كل شارع، ولو احتجنا لهاي الإشارات راح نمل البلد إشارات للمطبات. نعم، لأنه كثير من الإشارات في محافظة بيتلحم التي يتم وضعها من قبل المواطنين وبشكل عشوائي، قد تكون من الأسمنت، قد تكون من بأي شكل كان، أحيانا يحفر الشارع كما طب، وهذا خطأ. نعم. فما في يعني نحن في البلدية أو البلديات لما بتعمل مطب في هناك مواصفات موزعة على موزعة من قبل وزارة. نعم. المواصلات ومن قبل لنشاهد يعني لنسمع من وزارة المواصلات كم من هذه المطبات ترى أنها تتوافق مع المواصفات التي تتحدث فيها المهندس عيسى أخي محمد. يعني صراحة حسب ما أنا شفت في محافظة بيت لحم، في محافظة كاملة بتوقع فيش 3 أو 4 مطبات بالمواصفات القانونية مش أكثر من هيك. نعم. يعني ويوجد بها يعني قبلها إشارات أو شاخصات تدل على وجود، يعني بتوقع إشارة واحدة في شارع الصف ممكن تكون هي قبلها إشارة، ما موجود إشارة إنه بتدل أمامك مطب، غير هلا ما صادفني ما شفتش. وهذه للعلم زي ما تفضل أخوي صالح إنه وضعنا وقت معين بشهر 4 العام الحالي ما أتوقع، وأخذنا قرار أنه تطلع لجنة مختصة لوضع هاي المطبات وتصليحها وإزالة الغير قانونية وإزالة تهيئتها، وكان مفروض نطلع إحنا لجنة من مختصة اللي هي من مهندس البلدية الأخ عيسى، وبكون أنا موجود، وفي أخ راح يكون من الشرطة مندوب عن مدير الشرطة مدير المرور، وللأسف ما صارت هاي. بعرفش البلدية ما رجعتنا، واتفقنا أنه البلدية تخاطبنا تحط ودينا كتب بالموعد المطلوب وما حدا راجعنا. نعم. أستاذ صالح، يعني وأنت عضو في لجنة السير، يعني الفوضى في المطبات، يعني ما سببها؟ لماذا يكون هناك فوضى؟ المواطن يضع المطب بالطريقة التي يراها مناسبة، البلدية تضع كما تحدث أخونا محمد أنه يعني مطب واحد فقط إذا عليه إشارة أو كذا، يعني هذه الفوضى مين مسؤول عنها ولماذا؟ يعني احنا هذه الفوضى جميعها هي عبارة عن العلاقة ما بيننا وبين مؤسسات جميعها، احنا نشوف هي تكاملية بصراحة. نعم. والمسؤولية مشتركة ما بيننا كمحافظة او مؤسسات مجتمع مدني او حتى كمواطنين. نحن بحاجة لتغيير في الثقافة بصراحة، في ثقافة المواطن، وبحاجة الى اعادة تأهيل للسائقين وللمواطنين. بالاضافة الى هذه الجوانب حتى احنا نكون يعني نحكي بشكل واقعي عن الواقع اللي احنا بنعيشه، ايضا الشوارع عندنا تفتقر مش بس يعني للارصفه، تفتقر لابسط الامور اللي بحاجه المواطن لما يمشي فيها انه يوجدها. ويمكن انت في تقرير سابق ذكرت موضوع الارصفه ومشكله الارصفه، هالشارع اللي انت ذكرت التقرير فيه اللي شاهدناه الان فيش فيه ارصفه. نعم. انا يعني كمان ما بدي ابرر للمواطن انه هو ليش حط المطب،
بس كمان يعني كان لازم يكون في دور آخر بقى على عاتق المجالس البلدية والقروية في هذا المجال، إنه هي تهيئ الشارع للمواطن حتى ما نعطيه مبرر إنه أمام بيته إنه هو يوضع مطب وإلى آخره. بالإضافة إلى ذلك إحنا بنشوف إنه مشكلة السائقين عندنا السرعة في استخراج الرخص السياقة عندنا، يعني كمان هذه ملاحظة يعني بدنا نوقف عندها شوي. يعني أنا بتمنى من وزارة النقل والمواصلات إنه هي حق لكل مواطن إنه يحصل على رخصة قيادة، بس كمان يعني في إلها شروط وإلها التزامات. بالإضافة إلى ذلك إحنا يعني بنتوقع إنه الشرطي هو دوره إنه مراقبة وتنفيذ على الأرض للقوانين على الأرض. السائق اللي بيخالف أكثر من مرة في هذا المجال وبرتكب حوادث وبرتكب السرعة بيكون سرعته جنونية في بعض المواقع، يعني كمان هاي بدنا نوقف عندها. وإحنا دورنا كمحافظة هو دور رقابي وإشرافي يعني على أداء هاي المؤسسات. نحن في المحافظة عنا يعني تصور إنه هذه المطبات 90% منها هي وضعت بشكل فردي وغير مطابق للمواصفات اللي انوضعت لإلها. نتأمل خلال الفترة القادمة إنه إحنا من خلال المجالس البلدية ووزارة الحكم المحلي أيضا لأنه هي شريك في هذا الجانب إنه يتم التدقيق على هذه المطبات والمخالف منها يتم إزالته. نعم. أستاذ محمد، يعني حسب ما شاهدنا في التقرير إنه المحافظة على الأطفال وتخفيف السرعة والحد من الحوادث هي المبررات التي يتبعها المواطن في وضعه هذا المطب. هل يعني بالفعل المطبات تحقق هذه الأهداف؟ يعني أنا بتوقع إنه لما يكون المطب وضع بطريقة قانونية وضمن المواصفات وفعلا بأمن السلامة لمستخدم الطريق سواء كان هذا مواطن ماشي على أقدامه أو سائق مركبة، فبالتالي وضع المطب بالطريقة القانونية يؤمن على الأقل السلامة المطلوبة سواء لمستخدم الطريق أو للمركبة. في إلي ملاحظة صغيرة هون، إنه إحنا نحكي إنه رخصة السياقة زي ما تفضل أخوي صالح، يعني رخصة السياقة زي ما تفضل إنه حق للمواطن، ما بقدر أنا أمنع مواطن حاب يستصدر رخصة سياقة، ما بقدر أمنعه. هلأ إحنا اللي بحصل على رخصة السياقة فيه لازم يأخذ يمر عبر يعني عدة إجراءات رسمية وقانونية حتى يحصل على هاي الرخصة، يعني مش في يوم وليلة بحصل على الرخصة. نعم. لكن للأسف الشديد زي ما تفضل أخوي صالح وزي ما تفضلت إنه في قصور من جهات أخرى. يعني أنا مفروض كسائق مركبة يجب أن عندما أستخدم الطريق يجب أن تكون الطريق مهيئة بكامل مواصفات السلامة. نعم. ما بديش أقول أنا كله على الشوفير أو كله على المواطن، برضو إحنا البلدية يعني عليها يقع على عاتقها جانب كبير من هذه المسؤولية. نعم. لذلك نطالب البلدية أيضا، نعيد ونكرر كما كنا نطالب الأخ عيسى في اجتماعات لجان السير، إنه لازم البلدية تأمن اللي هي مواصفات السلامة لهي المطبات ولهي الشوارع، خصوصا في الشوارع المزدحمة والمستخدمة بشكل مستمر. أنا نسمع من البلدية، يعني الجميع بحمل البلدية أنه يجب أن تتابع هذه المطبات في حال قيام مواطن بوضع مطب أمام منزله. لماذا لا تتحرك البلدية فورا لإزالة هذا المطب، أو إذا كان هناك حاجة لوضع مطب أن يكون بالمواصفات الهندسية؟ أستاذ صحيح في كثير من المطبات غير قانونية موجودة بالمحافظة، بس بأكد لك إنه المطب الغير قانوني اللي موجود ضمن حدود بلدية بيت لحم لا يدوم. نعم. بنشيله. بتشيله. نعم. ولكن بدون قرار بدون شيء، يعني مجرد إنه وصلتنا معلومة إنه في مطب غير قانوني نطلب من قسم الأشغال يطلع يشيله. اسمح لي، يعني هناك كثير من المطبات نشاهدها في الشوارع، وسنرى أيضا في استكمال للتقرير إن هناك فعلا مطبات بمواصفات لا تليق لمطب، بالعكس يعني يؤثر على المواطنين، يؤثر على المركبات، موجودة في شارع القدس الخليل وشاهدناها وصورناها. أستاذ عيسى، شارع القدس الخليل قد يكون من بعد مفرق السوق المركزي لا يمت بصله الى بلديه بيت لحم. نعم. يعني الاستاذ صالح لا ادري يعني هل تتوافق مع الاستاذ عيسى في هذا؟ نعم، هذا خارج حدود. نعم. بلديه بيت. نعم. لحم. نعم. لا في يعني احنا مش الفكره انه احنا يعني بدنا نحمل المسؤوليه لشخص او لبلديه او مؤسسه، هي علاقه مؤسسه. يعني يفترض كل انسان موجود في هاي المؤسسه هو يعني مسؤول عن هذا العمل ومسؤول عن يعني عن دوره وادائه. في شوارع المدينة أكثر من مطب هي مش موضوعة من البلدية،
منيح ولا بتعليمات ولا بمواصفات البلدية. وبدك أعطيك أمثلة بعطيك، يعني حتى المطب اللي عند بعد قبل مفرق السوق المركزي اللي أنتوا وضعتوه في مؤتمر الاستثمار اللي هو الطوب هذا الأحمر، يعني مرتفع جدا، السيارة بتضرب من قدام وبتضرب من وراء لما بتطلع وبتنزل. لو طلعنا لقدام شوي في شارع جمال عبد الناصر في مطب حجر عرضه بتجاوز 20-30 سنتي. قامت البلدية بوضعه؟ لا مش البلدية. أعتقد أن المواطنين كان أول شيء محفور الشارع، الزفتة محفورة بعدين نوضع حجر مكانه. نعم أستاذ عيسى، يعني هناك أمثلة. وين هذا بالضبط؟ في شارع جمال عبد الناصر، شارع جمال عبد الناصر وين مفروشات ياسر إخوان. يعني أنا هذا بعطيك على سبيل المثال، مش الحصر. يعني إحنا إنه في الشوارع مطبات مش ضمن المواصفات. هذا وضعوا المواطنين حفر الشارع وتمت إزالته. نعم. لماذا لا تتابع البلدية؟ يعني الآن أنت قلت إنه سنتحرك، ولكن ما زالت موجودة أستاذ عيسى حتى اللحظة بعض المطبات التي وضعت ولا اهتمام بها. اللي بيكون بوضعها المواطن ضمن حدود بلديات بيت لحم هي معرضة للإزالة. نعم. ما يتم وضعه خارج حدود بلدية بيت لحم لا، ليس من ضمن صلاحياتنا. نعم. سنشاهد بعد قليل تقرير أستاذ محمد، لكن حابين نتعرف منك على مدى تأثيرها على المركبات بشكل عام. يعني المطب لما يكون بطريقة غير قانونية بيأثر على السلامة العامة للمركبة من ناحية الفنية. يعني لما السيارة المركبة العمومية أو المركبة الخصوصية تتفاجأ بمطب ارتفاعه 15 سنتي أو 12 سنتي أو 20 سنتي وفجأة وتطلع عنه وتنزل، هذا بيأثر على سلامة المركبة نفسها من ناحية الفنية. أيضا مش منظر حضاري، يعني بيكون حتى مش منظر حضاري ومش لائق. عرفت شو؟ كمان يعني كمان بيأثر على سلامة مستخدم هذا الطريق. يعني أنا أذكر بالصدفة كنت أنا جاي على دوامي، فالمطب الموجود على أول الدهيشة عند شركة هونداي تاعت مراد. ففي مطب غاد مبني ببطون ارتفاعه حوالي 10 سنتي، فكنت أنا ماشي بمركبة عمومية بالصدفة سيارة هونداي إلانترا. يعني أستاذ محمد لو لاحظنا الآن بالتأكيد يعني هذه المشاهد تظهر مدى تأثيرها على المركبة وعدم مطابقة هذا هذه المطبات للمواصفات الهندسية. بس خليني أكمل لك إياه. بالصدفة كنت أنا ماشي ورا السيارة هونداي إلانترا، فكنت أنا فعلا بطريقة انحدار المركبة بشكل مفاجئ انحدرت على أقصى اليمين، فأنا تصورت أنه سائق المركبة فاقد وعيه. فبالصدفة قلت لصاحب المركبة العمومية تجاوز وصف أمامه، أنا مراقب السير بدي أخذ إجرائي. فلما طلعت على المطب وطلعت أنا بالسيارة اللي أنا راكب فيها، طلعت السيارة على المطب، فقلت أنه فعلا سائق المركبة معه حق. يعني زي ما بيحكوها شرد على المطب وراح. كان فينا أطفال صغار طالعين على المدرسة، كنت كامل أطفال قدامه على الرصيف. فهنا كمان بأثر عدم مطابقته للمواصفات، بأثر على المركبة من ناحية الفنية، وبأثر على مستخدم الطريق نفسه، ممكن يؤدي إلى حوادث. ممكن يؤدي إلى حوادث خطرة. فبالتالي نطالب البلدية مرة أخرى بأن تكون المطبات داخل المحافظة موضوعة حسب المواصفات وضمن المواصفات المطلوبة. نعم. أستاذ صالح، يعني الكثير يقول بأنه إحنا بنحط هاي المطبات من أجل نحافظ على أبنائنا، ولكن لها تأثير على هذه الأبناء. لو تطلعنا على مدى التأثير على الطلاب، طلاب المدارس، على راكبي المركبات، يعني في أثناء مرورهم عن المطب. هي لا شك إنها هي بتأثر، يعني وأنا كمواطن من هاي المحافظة مني هي بتأثر على المركبة وبتأثر علي أنا وبتأثر على أبنائي أيضا الراكبين في المركبة نفسها. بس أنا كمان بدي أشير لنقطة ثانية، هو المواطن اللي وضع هذا المطب أكيد هو بسوق سيارة، هو يعني عنده كمان أبنائه بقودوا سيارات، يعني هلأ هو وضعها حتى يحافظ على أبنائه، بس هل هو ملتزم؟ أنا اللي بدي أصله أنه الالتزام التزام ذاتي وأدبي وأخلاقي أكثر من أنه يعني الشوارع داخل المدن محددة السرعة فيها، هاي لو احنا بنمشي وفق القانون ووفق السرعة يعني بعتقد انه ما في داعي لكل هاي المطبات انها تكون موجودة. بالاضافة يعني الى انه دور جهاز الشرطة بصراحة، احنا يعني اخونا الرائد فتحي مدير شرطة المرور هو عضو معنا في لجنة السير وهو دائما على يعني على متابعة، كان في فترة سابقة مطروح انه في جهاز رادار راح يكون للسرعة داخل يتم استخدامه داخل المدن الرئيسية او نحكي في المحافظة هون. اذا هذا كمان تم استخدامه
يعني بعتقد انه بخفف من كثير من مطبات موضوعه على الشارع، لانه كمان الانسان للاسف المواطن عندنا تعود انه هو بحب اسلوب العقاب، شكله مواطننا بحبش انه يلتزم ذاتيا. يعني انتم في الشرطه اكيد متابعين يعني في حمله الحزام الامان وحتى جهاز استخدام جهاز الهاتف، انه اليوم الناس ملتزمه لانه صارت انه في مخالفه 500 شيكل وفي 150 شيكل، فالمواطن لحاله تلقائيا بيطلع بحط الحزام بيستعملش البلفون حتى لو ران. يعني احنا ما بدنا نعود مواطننا انه لازم نعاقبك عشان انت تلتزم بتمنى انه مواطننا يصل لمرحله من الثقافه انه هو ملتزم، لانه هيك هو بحافظ على حياته على ممتلكاته على مواطنينا كمان احنا يعني ابنائنا وابنائهم اكيد، يعني مش رخاص علينا وغاليين علينا بتأكيد. يعني انا بذكر انه في كان احد المسؤولين في ضيافتنا امبارح في المحافظه بيحكي لي عن حادث شاهده عند مستشفى الحسين للسياره من نوع بي ام انها هاي بتعمل الحلقه الدائريه بيرفع الهاند بريك وبيعمل الحلقه في نص الشارع. يعني هاي المظاهر منيح بدها رقابه من الجميع، من الاهل من المسؤول من الشرطي من جميع المواطنين. نعم لنستكمل التقرير ثم نتابع نقاشنا. وعلى الرغم من تحقيقها لبعض الاهداف التي وضعت من اجلها الا انها لا زالت تشكل مصدر قلق للسائقين جميعا بسبب الأضرار الكبيرة التي تحدثها وتسببها للمركبات ولعدم مطابقتها للمواصفات الهندسية الصحيحة، فغالبيتها وضعت من قبل المواطنين العاديين وأنشئت بالإسمنت ولا يوضع قبلها شاخصات مرورية تدل عليها، مما يتفاجأ السائقون بها كما أنها تفتقد للعواكس الضرورية. أكيد في مطبات في الشارع، إيش رأيك فيهم؟ والله في مطبات مزعجة وفي مطبات غير مزعجة. في مطبات يعني بترفع على الكزوست على الدرايس اوف على السنبرتات على الجكات، في مطبات بترفع على البني آدمين، تكون واحدة حامل ختيار بكون واحد سوى عملية. طب ليش بحطوها المطبات؟ هم بحطوها لتخفيف الحوادث مش غلط. طب يعني صح انه ينحطوا لتخفيف المطب؟ الصح انه يكون عرض المطب 3 متر، يعني اول عجلين بيطلعن قبل ما ينزلن يكون عجلين للورانيات طالعة. حجي ايش رايك فيهم؟ والله يا اخوي انا مرات يعني بقف مع ابني وانت قاعد يوم بطلع عن هذا اللي بتقدمه بأثر عليك يا حجي؟ طبعا بأثر. نعم شو بتقولي للي بحطوه هنا حجي؟ بقول لهم يكمون او يخففوا عني شوية. ماشي شكرا. انا رايبين معي سيارة كل اسبوعين ثلاث بدي اودعها ميكانيكا، حرام جبل هذا مش مطب أكثر من جبل، اللي ببنوا له طوب اللي ببنوا له بطون اللي ببني زفتي، كل واحد على رأيه في البلد، يلزمنش المطبات في البلد بس في نظام أحسن من هذا النظام. في ناس ما بتلتزم يعني خصوصا بديش أسمي لك أسامي أنا، خصوصا تبعين السيارات الكشف هذول اللي بتلف زي الحية في الشارع، يعني 100 مرة احنا ملصنا منهم نشرد منهم. وأنت يوميا على الخط؟ أنا على الخط من 31 سنة أنا على الخط. وانت مقتنع بانه المطب هو بربي؟ بربي هذا احسن كلمه وبأدب. شكرا لك. نعم يعني ضيوف الاعزاء بربي يعني المطب استاذ صالح بربي. ايش رايك؟ يعني هو مش بربي يعني منطق الاخ المواطن، يعني هو المطب يعني ممكن يكون له داعي اذا وضع لغاياته الصحيحه واهدافه الصحيحه ضمن المواصفات. المطبات الموضوعة هي بحاجة إلى دراسة وإعادة تقييم من الجهات المسؤولة والجهات هذه. إحنا بإمكاننا أنه ندرس إذا هذا المطب هو بخفف من حوادث السير، إحنا ممكن أنه ينعاد تأهيله إعادة تأهيله، لكن ما يضل على وضعه الحالي لأنه هو بيأذي أكثر ما أنه بخفف من الحوادث. نعم أستاذ محمد، يعني شاهدنا في التقرير بين مؤيد ومعارض، ناس بقول مع المطبات وناس ضد المطبات، يعني أنت ما لا أعرف يعني مع أي رأي منهم؟ يعني أنا أثار اهتمامي عبارة عكا أخوي عيسى ليس الحل، يعني إنه الحل الأسوأ، المطب هو الحل الأسوأ. يعني أنا بقول إنه المطب أصبح ضرورة صراحة، إنه ضرورة في وقتنا الحالي. نعم. لأنه فعلا إنه السائق مش عنده هالثقافة الكافية باستخدام القوانين بالالتزام بالقانون، انه الالتزام بالقانون يكون ثقافة عند الانسان نفسه عند مستخدم الطريق او سائق المركبة، فبالتالي انا مع انه تكون المطبات ولكن ضمن المواصفات. في اثار اهتمامي كان في دوار الدوحة، دوار في منطقة الدوحة اخذنا قرار بلجنة السير انه نزيله، يعني هذا يعني زيه زي اي مطب في الشارع غير قانوني.
بسبب حوادث. فهان بدي أرجع أنا ولا لا لا النقطة إنه يجب أن تنظر البلدية مرة أخرى لوضع هاي المطبات وهاي هاي اللي هي الأمور الموضوعة في وسط الشارع. ونحن جاهزين كلجنة سير, أنا بحكي عن نفسي وعن إخوتي إخواني في لجنة السير, جاهزين بأي لحظة تحتاجنا البلدية نطلع ميداني نكشف نأخذ القرار المناسب ونساعدهم وما عندنا أي مشكلة. وفي النهاية مصلحة عامة. نعم. يعني إنها إحنا بهمنا إنه تتوفر السلامة المرورية سواء لمستخدم الطريق سواء كان راكب أو سائق مركبة. إنه زي ما تفضل في صالح كلهم أبنائنا وإخوتنا ومن سلامتهم بتهمنا في النهاية. نعم. أستاذ عيسى, يعني بصراحة المسؤولية الكبرى تقع على عاتقكم كبلدية في متابعة هذه المطبات في أماكن تواجدها في مواصفاتها الهندسية, ولكن يعني من خلال اطلاعنا ومن خلال أراء الإخوان الآخرين ضيوفي, لكن نرى أن هناك بالفعل تقصير من البلدية. إلى متى سيبقى هذا التقصير ولماذا لا يتم بالفعل يعني أخذ دراسي قوي جدا لمتابعة هذه المطبات وأماكن تواجدها؟ احنا في البلدية في عنا متابعة لموضوع دهان المطبات, بين كل فترة وفترة بنعمل دهان وصيانة للمطبات. نعم. وبذل ما حكيت لك في البداية المطب صح هو الحل الأسوأ, أما المطبات اللي بيكون المواطن بوضعها ما بتدوم. المطب اللي بيضعه المواطن بيضعه بطريقة غير قانونية سواء من ناحية الشكل ولا الطول ولا العرض أو الموقع. نعم في هاي النقطة بس أستاذ, لماذا يقوم المواطن بشكل شخصي بوضع هذا المطب؟ طبعا المواطن بيكون بيقول لك هون في عندي سرعة, السائقين بيسوق بسرعة فائقة, في عندي أولاد وبالتالي هون صار حادث فبقوم بحط هالمطب. السواقة هي ذوق وأخلاق وفن, لو المواطن عندنا بتتبع هذه الأمور بطبقها فكان ما بيكونش في هناك حاجة لإشي اسمه مطبات. المطبات موجودة في عندنا في بلادنا لأنه نحن عندنا للأسف معظم كثير من السائقين بيسوقوا بطريقة متهورة وبالتالي بنضطر نضع مطبات, بينما لو تطلع على بلدان أخرى أوروبية لا تجد فيها مطبات. نعم. تجد فيها أعمال بويا وبس. نعم. أستاذ محمد, يعني بالعودة إلى مدى تأثيرها, بالتأكيد هناك يعني مركبات إسعاف, هناك مركبات أمن, هناك إطفائيات, وبالتأكيد هذه المطبات تؤثر. طبعا تؤثر, يعني علينا موضوع الإسعاف, يعني إذا كان مثلا سيارة الإسعاف تحمل مريض ومثل ما شاهدنا قبل شوي على برطاس او بشارع القدس الخليلي الرئيسي طلع الامبولانس او اللي هي الاسعاف سياره الاسعاف على هذا المطب, ففعلا بتاثر على المريض نفسه. نعم. يعني ما نقول انه بتاثر على الناحيه الفنيه للسياره, كمان بتاثر على المريض نفسه. نعم. فبالتالي يعني لمتى هذا؟ يعني شو بمنعنا احنا نأهل نعيد تاهيل هاي المطبات, نعيد تاهيل هاي الشوارع؟ يعني لاحظت كثير من المطبات في بيت لحم صراحة لا تخضع لأي نوع من المواصفات, يعني صراحة هي كارثة موجودة في الشارع. بتسبب الأذى لمستخدم الشارع, بتسبب الأذى للسيارة, بتسبب الحوادث, وهي في النهاية ليست حضارية. يعني إضافة لكل هذا منظر غير حضاري. أصلا المطب لما يكون في الشارع في الأصل يجب أن يكون يليق يعني يعطي منظر حضاري للشارع, مش يكون زي ما تفضل أخويا صالح سنسلة محطوطة رجم حجار في وسط الشارع, لا, وبنوضع لتأمين المدى المطلوب للسلامة, ويكون أيضا يعطي منظر حضاري للشارع بالإضافة إلى اللي هو تأمين اللي هي احتياجات السلامة المرورية على هذا الشارع الموضوع في هذا المطب. نعم. لنستكمل التقرير السابق ونشاهد ماذا فيه. عدونا الأكبر هي المطبات وأضرارها على مركباتنا وعلى الحالات المرضية التي ننقلها كبيرة. بهذه الكلمات أدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استياء شديد من كثرة المطبات في المحافظة التي أكدت معارضتها الشديدة لتلك المطبات ولمواصفاتها ولأماكن وضعها. وقد ناشدت جميع المسؤولين بضرورة إعادة النظر فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة والبديلة لها, موضحة مدى التأثير على مركبات الإسعاف وعلى الحالات المرضية التي تقوم تلك المركبات بنقلها. وكان هذا الإثبات بشكل عملي حيث زارت كاميرا الشرطة وأخطاء الشارع جمعية الهلال الأحمر واستمعت إليهم ورفقتهم في نقل إحدى الحالات, وتأكدت من خطورة هذه المطبات على المرضى وعلى سيارات الإسعاف. علها تجد أذانا صاغية لدى المسؤولين للتحرك
باتجاه وضع الحلول المناسبة. زيدك عافية. تعرف عليك؟ عبد الحليم جعفر، مدير إسعاف الطوارئ في محافظة بيت لحم، تابع للهلال الأحمر الفلسطيني. نعم. دكتور عبد الحليم، يعني إحنا في إطار حديثنا اليوم عن المطبات ومدى تأثيرها، بالتأكيد أنا باعتقادي إنها العدو الأكبر إلكو كإسعاف. نعم صحيح. من فترة طويلة نعاني من هذه المطبات التي تعيق حركة سيارة الإسعاف أثناء توجه لحالات المصابين ونقل المرضى. هذا الكلام يؤثر على المرضى الموجودين بداخل سيارة الإسعاف ويرهق جهاز الإسعاف الطوارئ من ناحية مادية، بحيث يتم استهلاك بريكات بشكل كبير نتيجة الفرمل على هذه المطبات. ناهيك عن هذه المطبات أنها مرتفعة جدا وغير ومش ضمن المواصفات القانونية للمطبات، وهذا يؤثر كثير سلبا على جهاز الإسعاف الطوارئ في الوصول للحالات المرضية بالسرعة المطلوبة. نعم. طيب إيش بتطالب المسؤولين أنت في هذا الجانب؟ أول شيء إحنا بنطالب إنه يكون ما يكونش أصلا في مطبات، لكن إذا كان هناك مطبات أن تكون مطبات ضمن المواصفات القانونية التي تتيح لعبور سيارة الإسعاف بسهولة دون مؤاذاة المريض داخل السيارة أو سيارة الإسعاف. نعم. يعني أنت تحدثت في بداية هذا الحديث إنه هناك تأثير على المصاب، يعني وضحت لنا مدى تأثيرها على سيارة الإسعاف، لكن تأثيرها الطبي على المصاب في أثناء وجوده في سيارة الإسعاف. نعم صحيح. بالنسبة للمرضى وخصوصا أثناء وجود الكسور، أي حركة غير طبيعية للمريض هذا يؤثر عليه سلبا، ومما يؤدي لمفاقمة الإصابة وحصول مضاعفات، وهذا مما يضطر سيارة الإسعاف السير ببطء شديد جدا حتى يصل المصاب إلى المستشفى بسلام. لكن رغم ذلك دكتور، نجد من يؤيد وجود مثل هذه المطبات، ماذا تقول لهم؟ نحن نقول يجب أن نعلم أبنائنا السير على الأرصفة وكيفية عبور الشوارع، ولا نركز على السيارات، بل نركز على تعليم الناس كيفية العبور في الشوارع والمشي على الأرصفة. نعم. نعم، علما أننا رافقنا نحن في طاقم برنامج الشرطة أخطاء الشارع إحدى سيارات الإسعاف في أثناء نقلها لإحدى الحالات، وشهدنا مدى الخطورة التي تتعرض لها أولا مركبة الإسعاف و المصاب أخي صالح، يعني شاهدنا وسيتم بثها في نهاية هذه الحلقة، هذه الجولة التي رافقنا الهلال الأحمر، وهناك أخي صالح توضيح كان من مدير الإسعاف والطوارئ في محافظة بيت لحم على مدى الخطورة التي تتعرض لها مركبات الإسعاف والسعر. أنا أتفق معك ومع الأخ مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فلسطيني أنه هناك مطبات يجب أن تزال، ومطبات بحاجة إلى إعادة تأهيل وفق المواصفات الدولية الموضوعة لها. إحنا كمحافظة وكلجنة سير من ضمن اختصاصنا هذا الموضوع، نوعدك ونوعد المشاهدين أنه سنخاطب الحكم المحلي ونخاطب البلديات والمجالس القروية المعنية في المحافظة لإعطائنا تقرير أولي عن حالة المطبات في هذه الشوارع، وسنقوم بدراستها هاي المطبات، وسنزيل يعني ما يعني الغير قانوني منها واللي موضوع بشكل فردي ومش ضمن المواصفات، واذا كان هناك حاجه لاي مطب انه يكون موجود سيتم وضعه وفق هذه رؤيه الجهات المختصه لهذه المطبات. نعم اخي محمد، يعني هل يسمح القانون بمعاقبه المواطن الذي يقوم بوضع المطب بدون العودة إلى البلدية أو الجهات المسؤولة؟ نعم، زي ما ذكرت أنه المخول بوضع هذا المطب هي لجنة مختصة لوضع هذا المطب، تكون مفروزة من جهة مختصة أيضا مسؤول عنها بالدرجة الأولى لجنة السير الفرعية الموجودة في كل محافظة، يكون تكون اللجنة مكونة من 3 أفراد اللي هي شرطة المرور ومراقب السير والبلدية أو مهندس البلدية. نعم. هاي هي الجهات المختصة فقط لوضع مثل هذه المطبات في الشوارع. أيضا في هذا المقام أنا بدي أناشد الإخوة المواطنين بعدم وضع أي مطب في أي شارع، والتوجه إلى المجالس البلدية كلهم في مكان سكناه عند إحساسه بالحاجة لوضع مطب أمام بيته أو في الشارع الذي يسكن فيه هذا المواطن، حتى يكون هناك قانونية في التنفيذ. نعم. حتى يكون هناك قانونية في التنفيذ. وبعيد وبكرر انه احنا جاهزين دائما وابدا ان احنا نحقق
المصلحة العامة في أي وقت كان، حتى نحن على جاهزية كاملة نطلع مع البلدية، نطلع كلجنة سير فرعية، ما في أي مشكلة. حتى بغير اللجنة إذا المواطنين الإخوة المواطنين أحسوا أنه أي منطقة يعني بحاجة إلى مطب ولم تتجول البلدية، هناك لجنة سير فرعية ممثلة بالأخ معالي الوزير محافظ بيت لحم، تقدم بالشكوى غاد، وإحنا على جاهزية إحنا نحل هاي المشاكل. نعم. المهندس عيسى، يعني لاحظنا أنه من خلال التقارير ومن خلال أراء الضيوف أنه هناك فوضى في وضع هذه المطبات وعددها الكبير، فكل شارع نجدها بالعشرات، يعني إلى متى ستبقى هذه الفوضى؟ نعم، في للأسف في هاي الفوضى. أنا هون في عندي فكرة أنه بتوجه لوزارة المواصلات توضع نظام خاص اسمه نظام مطبات، بيشمل على كل ما يلزم سواء من مواصفات أو موقع إلى آخره. اليوم مثل ما تفضل الأخ محمد خليل أنه في لجنة، لجنة سير، لكن أنا بفضل أن يكون هناك نظام خطي مطبوع معتمد من قبل وزارة المواصلات ويوزع على كافة الهيئات المحلية على مستوى الوطن، يوضح فيه المواصفات الفنية للمطبات مع رسومات مع أشكال مع نظام شامل كامل. نعم. فأنا بطلب هذا من وزارة المواصلات حتى يكون عام، وبالتالي وضع أحكام له وعقوبات وغرامات على إلى المخالفين. نعم. وبذلك تكون يعني قد نكون يعني حتى نكتمل الصورة، حتى نحد من فوضى وضع المطبات العشوائية على سبيل المثال. نعم. حتى يكون في هناك عن فقرة تكون فقرة قانونية مثلا غرامة حكم ما بعرف إيش، يكون شيء رسمي معتمد كنظام خاص للمطبات. نعم أخي محمد، يعني هاي دعوة من مهندس البلدية لوزارة النقل بأن يكون هناك يعني نظام معين مطبوع مكتوب لتحديد الأماكن ومواصفات نحن والمخالفات. كوزارة مواصلات راح نعمل جادين على وضع مثل هاي هاي القوانين لوضع المطب والأمور الخاصة في هذا المطب، ولكن في إجمالا يعني المطب له مواصفات موجودة في قانون المرور الفلسطيني باللائحة التنفيذية. نعم. كنا إذا رجعنا لها بنقراها وبنعرفها، ممكن نطبقها وممكن نلتزم بها، وهي فعلا في النهاية بتحقق الأمان والسلامة. نعم. يعني أنا بدي أعقب على كلام المهندس عيسى، يعني هو انت مش بحاجه لقانون الى ان يتم وضع قانون اذا انت بحاجه، يعني عفوا ما بقصد قانون، نظام نظام لائحة خاصة، حتى لائحة نظام، هو تعدي على الشارع. نعم. على الملك العام، وهي مصلحيات البلدية، مصلحيات البلدية زي اللي بيجي بيبني يعني بلكونة، بيبني غرفة، بيبني شيء في حرم الشارع. صحيح. هو تعدى على حرم الشارع، الشارع مش ملك مواطن. نعم. أو إذا هو سكن في هذا الشارع يصير ملكه. صحيح. انت بإمكانك صلاحياتك انك انت توقف وتزيل هذا المطب وتغرم. صحيح. الشخص اللي وضعه، يعني انت مش بحاجة انه احنا لسه ننتظر انه وزارة المواصلات توضع، احنا مع انه يكون في نظام، ولكن نظام المرور الفلسطيني نص على مواصفات هذا المطب وحدد مين الجهات اللي بتشرف على وضع. نعم. هذا المطب. نعم. وبالتالي الشارع هو مسؤولية البلدية او المجلس البلدية القروي او الحكم. نعم. المحلي، هو من صلاحياتك اصلا انت تعاقب. صحيح. اذا شخص تعدى عليه. نعم. سليس يعني عرفا وقانونا يعني يسمح للبلدية بالتحرك فورا لإيقاف. صحيح. التعدي على الشارع. صحيح. ووضع المطب بطريقة يعني لا تتبع المواصفات الهندسية هو اعتداء بالفعل على الشارع. لماذا تسكت البلدية؟ لا بالعكس، نحن في المواطن إذا وضع مطب غير قانوني نحن بنشيله فورا إذا كان ضمن حدود بلديتنا. نعم. بنشيله. نعم. يعني أستاذ صالح أستاذ محمد، يعني أرجو أن يعني تزودوا أخونا عيسى في المطبات الغير قانونية والتي لا تتبع المواصفات الهندسية لإزالتها بالفعل، يعني ستتحرك البلدية، وهذا وعد من مهندس البلدية بأن يقوم بالتحرك السريع والفوري. البلدية والبلديات الأخرى المجاورة. نعم. لأنه في شوارع مشتركة مع البلديات. نعم. الأخرى، نتمنى أنه الجميع. نعم. أنه هو يبادر لحل هاي الأزمة يعني. نعم. أيضا طيب أخي صالح، يعني هناك من يؤيد وجود المطبات بالقرب من المدارس ورياض الأطفال، هل أنت تؤيد ذلك يعني، وإيش رأيك في هذا الموضوع؟ إذا كان هناك حاجة فليكن إنها تكون موجودة، بس أنا أعتقد كمان أيضا قانون المرور الفلسطيني حدد السرعة المسموح فيها للسائق أنه يمشي فيها في المدارس، في محيط المؤسسات، المستشفيات، الأماكن العامة محددة أصلا بالقانون،
شو هي، وهي بحاجة أنا حكيت لك من بداية حديث وبرجع بكررها، إحنا بحاجة إنه إعادة تأهيل كمان أيضا في قيادتنا لمركباتنا منيح، وشروط قيادة هاي المركبة. وكمان ما بدنا نضحك على بعض كثير، يعني الشوارع اللي عندنا ما احنا عارفينها يعني شوارعنا يعني إذا سيارة وسيارة التكن فيها يلا بدك ساعة وانت تحل في الأزمة، مين بده يرجع للثاني حتى يمرر الثاني. فنحن يعني نكون منطقيين ونكون مسؤولين كمواطنين وكجهات مسؤولة، إنه السرعة يجب أن تكون محددة. بنطلب، أنا بطلب من البلديات، مش بلدية بيت لحم، من البلديات عند المدارس والرياض الأطفال، إنها تكون تتأكد من وجود شاخصات المرور واللي بتحدد السرعة والدهان الأرصفة وإنه الرصيف مهيأ ولا مش مهيأ. هذا مطلوب ممكن بالدرجة الأولى وعلى وجه السرعة إنه إحنا نتأكد من وجوده من خلال البلديات المسؤولة عن هاي المدارس، ومن خلال أيضا حتى التربية والتعليم إذا شعرت إنه في مدرسة مش مؤهلة الشارع تبعها للطلاب، إنها كمان هي تتوجه للجهات المسؤولة سواء المحافظة الحكم المحلي للبلديات إنه تعالوا أهلوا لنا هذا الشارع، هان في مدرسة، هم أبنائنا في الشارع. نعم. لنأخذ رأي يعني إحدى معلمات رياض الأطفال والتي كانت تؤيد يعني وجود المطبات بشكل قوي للمحافظة على الأطفال. عرف حضرتك. أمل مصطفى، معلمة في الروضة، روضة أطفال الدهيشة. الدهيشة. إحنا اليوم عاملين حلقة عن المطبات. المطبات إلها أضرار وإلها فوائد. من وجهة نظرك أنت يعني مدرسة في الروضة، وإحنا شفناك بتقطع أطفال في الشارع، كيف شايف المطب؟ المطب له أهمية كبيرة، حتى السيارة تخفف سرعتها ونستطيع أن نقطع الأطفال للشارع الثاني بسهولة. لو إحنا اضطرنا ننزلها علشان ما نخرب سيارات الناس، طبعا احنا بنتغلب كثير بحيث انه سيارتها ظل مسرعه، انا بدي لك صعوبه لما قطع الطفل الشارع الثاني، فهي فعلا لها اهميه كبيره انها تخفف السياره من سرعتها. نعم، يعني ما بتشوفي لها اضرار؟ لا، ما في لها اضرار، بالعكس هي فائده كبيره لاطفالنا. شكرا. يا هلا بك. اهلا. نعم، يعني هاي اراء احدى راي احدى معلمات رياض الاطفال بتناشد بضروره وجود هذه المطبات، لكن في النهايه استاذ صالح يعني كيف ترى الحل لهذه المطبات؟ الحل هو انه كل جهه مسؤوله عن هذا الموضوع من راس الهرم وحتى نهايه الهرم يجب انه يتم دراسه هذه المطبات كما ذكرنا في بدايه الحلقه، إعادة تأهيل البعض منها وإزالة البعض منها، ويجب أن يكون هناك كمان إعادة تأهيل للسائقين وللمواطنين حول تعليمات وإرشادات مرورية حول استعمال الشارع أيضا، كيف إحنا كمواطنين، كيف أنا أعلم ابني أنه يستعمل هذا الشارع أيضا. هاي مسؤولية أنا حكيت لك مشتركة، بتأمل أنه كل جهة تتحمل مسؤوليتها وفق يعني وضعها القانوني ووضعها اللي بيسمح لها انه هي تتحمل فيه، واحنا يعني جاهزين كمحافظة للتعاون مع اي جهة كانت لحل هاي المشكلة وانهاء هاي الظاهرة. نعم، اخي محمد يعني ما الحلول يعني حسب وجهة نظرك؟ يعني انا بتوقع انه يجب ان يكون هناك تشكل لجنة عاجلة لتقوم بدراسة هاي المطبات الموجودة حاليا لإزالة الغير قانوني وغير خاضع المواصفات منها، وإعادة تأهيلها وترميمها مرة أخرى، ووضع المطبات اللازمة والضرورية في بعض الشوارع والأماكن التي يجب أن يوضع فيها المطبات. نعم. مرة أخرى أن تقوم، يعني أنا بأكد هون الشرطة، أن تقوم الشرطة بوضع مواد إعلامية، أن تقوم بعمل محاضرات ميدانية. يعني أنا لاحظت في مدينة الخليل قبل حوالي شهر، نعم، كانت الشرطة عاملة مواد إعلامية واضعة مكبرات صوت من خلالها تبث للمواطن وللسائق كيفية استخدام، نعم، كيفية استخدام الطريق وبعض الإرشادات. نعم، أستاذ عيسى يعني ما الحل لدى البلديات؟ قد لا يكون لدي جديد، لكن هو مفروض أن المطبات تدهن ما بين كل 3-4 أشهر مرة، بمعنى بالسنة يجب دهنها بحدود 3 مرات سنويا حتى تتم مرئية، وإذا كان في هناك ضرورة لتجديد العواكس أو المسامير العاكسة تجدد، وأيضا الشاخصات التي تحذر السائق أو تنبهه بوجود مطب أمامه.
أما فيما يتعلق بالمطبات الغير قانونية والموجودة سواء داخل بلدية بيت لحم أو خارج بلدية بيت لحم طبعا هذه يجب إزالتها. فبالفعل هو معظم المطبات الغير قانونية موجودة خارج حدود بلدية بيت لحم، وهي بتصور مسؤولية مش مسؤولية بلدية بيت لحم لكن يجب إزالتها. يعني المسؤولية جماعية. نعم، إلى هنا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة، نرجو أن نكون قد أوصلنا الرسالة حول هذا الموضوع. اسمحوا لي أن أشكر ضيوفي المهندس عيسى الحذوة مهندس الطرق في بلدية بيت لحم، الأخ محمد خليل مدير دائرة النقل العمومي في وزارة النقل في محافظة بيت لحم، والشكر أيضا موصول للأستاذ صالح صبح مدير مكتب المحافظ ومنسق لجنة السير. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، سنترككم بعد هذه النهاية مع الجولة التي رافقت كاميرا الشرطة وأخطاء الشارع إحدى مركبات الإسعاف في نقل إحدى الحالات المرضية لإظهار مدى تأثير المطبات على هذه على هذه المركبات وهذه الحالات. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم في خطأ جديد وحل له، نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. أعزائي المشاهدين، يعني هذه إحدى الحالات التي تقوم الإسعاف الآن بنقله إلى إحدى المستشفيات لنرى مدى تأثير المطبات على هذه الحالة وكيف يكون في أثناء نقله في هذه المركبات وأثناء مرورها على هذه المطبات. دكتور عبد الحليم، يعني قبل قليل شاهدنا هذه الحالة التي قمت بنقلها، لكن وشاهدنا مدى التأثير، لو توضح لنا أكثر عن القدر الذي تأثرت به هذه الحالة أثناء سير المركبة ومرورها على المطبات. بالنسبة للحالات، أكثر ما يعاني على المطبات هي حالات الكسور المتعددة في أنحاء الجسم، مهما نقوم بتثبيت المريض وتربيطه إلا أنه يحصل اهتزاز للمرضى، وخاصة المرضى اللي يعانون من كسور في العمود الفقري أو كسر في الأطراف السفلية. مهما يتم تربيطهم بشكل جيد إلا أن هناك يحصل لهم اهتزاز نتيجة هذه المطبات، وممكن يؤدي إلى حصول بعض المضاعفات لهم. وكمان نعاني من نقل المرضى بعد القيام بعمل العملية وإرجاع المريض للبيت، نتيجة هذه الاهتزازات يتألم كثيرا المرضى أثناء العبور على هذه المطبات. نعم، يعني نرجو أن هذه الإيضاحات تجد أذانا صاغية لدى المسؤولين الذين يتابعون موضوع المطبات لإنهائها بشكل نهائي. دكتور عبد الحليم، نثني على كلامك ونرجو من الجهات المعنية دراسة هذا الموضوع بشكل جدي وإنهاء هذه المطبات التي تؤثر سلبا على القيام بخدمات الإسعاف والطوارئ عندنا في محافظة بيت لحم. نعم، أشكرك لكم. شكرا لكم.